مستعجل على الثروة وعلى الغنى وعلى الشهرة. وبعدين أنا ما فرملتكش، أنا ساعدتك على كده، خصوصا بعد والدك ما توفى وانت شلت المسؤولية. حقك علي، حقك علي. وديك شايف أخوك عامل إزاي، ما بيكبرش، محتاج اللي يسنده طول الوقت. بس لو عايز تسند أخوك، لو عايز تسنده صحيح، ما تطلعوش نسخة منه، ساعده يقف على رجليه بشخصيته هو. وخلي بالكم من بعض، صحيح افتكر ان اللي بيحبك بجد هيحبك زي ما انت، لا عشان غني ولا مدير ولا مفيش منك اتنين. خد بالك من نفسك يا شفيق.